اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا، متواصلين معكم دائما على موجة الإذاعة الوطنية واللقاء المفتوح. سلامة النظارات مسؤولية لوبتيسيان أو النبصاري، لأنه الثقة هي كل شيء في علاقة الزبون والنبصاري. صحة عيون مواطنين أصبحت مسؤولية، بمعنى إلى ما كانش نظارة بجودة عالية يقدر يوقعوا حوادث. العين كتضرر مع الوقت بسبب مجموعة دي المعايير سلامة هاد النظارات هادي. نقربكم أكثر من الموضوع مع السيد بلال هاشمي، رئيس النقابة الجهوية بمدينة السلا. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. صباح الخير أستاذة جيهان. أولا كنشكرك وكنشكر الإذاعة الوطنية، مرحبا، اللي فتحت لي هاد، سمحت لينا اليوم باش نقدروا نقربوا المواطنين من النظارات بشتى أنواعها والعدسات الطبية، ونحاولوا ما امكن نمروا العديد من المعلومات والنصائح، وخاصه حنايا الان يعني في فصل الصيف، واحد الفتره اللي كتعرف واحد الاشعه ديال الشمس ولذلك فالمعلومات اللي غادي نمروا غادي يستفيدوا منها ان شاء الله المستمعين الكرام. 0537079539 راه معكم واحد لوبتيسيان هنا مهني محترف، سي بلال هاشمي، غادي يقربكم اكثر من اي موضوع بغيتو. سي بلال هاشمي، لي ماغازان كثروا تبارك الله ديال لوبتيك، والزبون ولا حاير عند من يمشي، وكما قلت في المقدمة كتبقى الثقة هي المعيار الوحيد اللي ممكن الزبون كي ياخذوا بعين الاعتبار مع اللوبتيسيان. في وسط هاد الاختيارات في ممكن موقعوا الزبون سي بلال؟ اولا كنشكرك الاستاذه جيهان اللي ذكرتي هذه المساله اللي هي جد مهمه. انا غادي نقول واحد المقدمه بسيطه، هو قلتي انت بلي المحلات ديال لي زوبتيسيان كثروا بزاف. نعم، غير واحد صحيح، هما ماشي المحلات ديال لي زوبتيسيان اللي كثروا بزاف، هما المحلات اللي كيبيعوا لي لونات هما اللي كثروا بزاف، والاماكن في كيتباعوا هاد لي لونات اون جينيرال. نعم، مي بالنسبه لي زوبتيسيان اللي هما معتمدين، ملي كنقول هاد الكلمه ديال المعتمدين انا غادي نرجع ليها، يعني كاين هناك شي حاجه ديغيغ. دونك لي زوبتيسيان اللي هما ولا لي ماغازان اللي هما معتمدين فهما محسوبين ومسؤولين ومعتمدين من طرف الدوله، وكاينين في دي ليست عند الامانه العامه للحكومه. نعم، وبالتالي هنا تنبغي نوجه واحد النداء للمواطنين انهم يعرفوا عند من تيمشيو قبل ما يتوجهوا لاي محل كيزاول هذه المهنه ولا كيبيع النظارات. يعني بحال دابا بالنسبه حنا كدي زوبتيسيان متخرجين من معاهد معتمده واخدين التراخيص ديالنا من الامانه العامه للحكومه، دزنا من واحد التكوين معين، دزنا التراخيص ديالنا دازوا من مجموعه من الوزارات ومجموعه من المصالح المختصه اللي كتقدر توصل حتى لستة اشهر. عاد في الاخير هذا المسار هذا كامل كيتوج بواحد التاشير من طرف الامانه العامه للحكومه اللي هي كترخص لهذاك المهني انه يزاول في واحد العنوان واحد معين، وبالتالي كيصبح يعني عنده الحق انه يبيع بالتقسيط هاد المستلزمات الطبيه الخاصه بـ يعني بالصحه البصريه. هاد النظر اللي انا دايره سي بلال جبتيهم معك ياك، وانا دايرهم ملي بديت المقدمه، كنحس بالضباب على عينيا وكنحس براسي انني غارقه في شي بيره سي بلال هاشمي، والرؤيه غير واضحه، وحسيت حتى بالم عندي في الراس، يعني بمعنى حسيت عيني ضروني وشويه ديال الالم في الراس لانه الرؤيه يعني غير واضحه وبزز باش كنشوف. اش خبر هاد النظر لانهم كيبانوا غاليين بزاف وشكلهم كيبان بانه يعني 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 بثمن اللي هو غالي، شنو ممكن تقولي على هادو؟ جاوب معايا صراحه. هو في الحقيقه باش نقربوا المستمعين، انت هزيتي، المهم انا حاولت ما امكن انني نجيب معايا واحد النظاره شمسيه اللي هي مقلده ورديئة، وفي نفس الوقت جبت نظارة أصلية. نعم، يعني كتحترم الشروط والمعايير. نعم، ديال الصحة البصرية. نعم، فبالنسبة لهاد النظارة اللي هضرتي عليها اللي درتي لهذاك المقدمة الإحساس وصل هذيك النظارة. نعم، هذيك تتاخذ غير الاسم ديال النظارة الشمسية، فهو فقط بلاستيك لون مسبوخ، سي جوست دو بلاستيك اللي هو مسبوخ، يعني لا غارنيتور ديالها غير بلاستيك. فوالا، فهي كدير فقط
كتحيد لك كتحيد لك فقط الوهج ولا الاشعه ديال الشمس الضوء فقط. فقط اما اللي في الداخل اما يعني الدور الاساسي اللي كتلعبوا النظاره الشمسيه فهو مفقود في هذه النظاره هذه اللي هو البلوكاج ديال لي زولترافيول فيولي. دونك لي ماتيريو عيانين الزاج رديء كتسمعي كيسمعوا المستمعين كيفاش كدير قابله للكسر في اي لحظه. ونأكد لك ان هذه النظاره هذه الا خرجناها لواحد عرضناها لدرجه الشمس كتفوق واحد 38 درجه ولا 40 درجه يعني في اي لحظه تقدر يعني تهرس في لو فيزاج ديال لو باسيون. نعم هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذه النظاره هذه اللي خطورتها سي بلال هو اللي متعارف عليه من جميع يعني هي اللي رايجه في الاسواق ربما وهي اللي كنشوفوا يعني السيدات كيديروها الله يحسن العوان جيب شويه ولكن الخطوره ديالها كبيره بزاف بغينا ندقوا ناقوس الخطر سي بلال. احنا مدام استاذه جيهان احنا كنتمنوا اننا نعملوا جاهدين احنا كفاعلين في العائله ديال الصحه البصريه انتم كاعلاميين سواء السمعي سواء البصري اننا نزيدوا الوعي لدى المواطن حيت هذه الظواهر هذه ما يمكن لها شيء نقضيو عليها الا بالوعي. علاش؟ لان خصك تعرفي دغنيغمون كاين هناك واحد الثوره صناعيه. هذه الثوره الصناعيه عندها مساوئ ديالها وعندها ايجابيات ديالها. حنا غادي نمشيو للسلبيات ديالها. السلبيات ديالها هو هادشي اللي تطرقتي ليه ولينا بارتو كنلقاو دي لونيت كيتباعوا دو سولي سور تيغ في الباب ديال الجوامع في لي ستاسيون ديسونس في دي كون سيرفاس بحال دابا هاد الاسواق الكبرى. الوعي ديال المواطن هو اللي غادي يحول دون المواطن يفكر يقتني دوك النظارات. قلتي لي من الناحيه الصحيه شنو المشاكل الخطوره ديال هاد النظر هذا. جميع الاخصائيين وجميع الفاعلين في المجال البصري متفقين على انه المساله اللي كتضر العين ديال الانسان هي الاشعه الفوق البنفسجيه. الاشعه هذه ما كتقدرش انت تشوف فيها الفوق البنفسجيه. حنا ما كنقدروش نشوفوها بالعين المجرده. وهذه الاشعه كتنقسم لثلاثه ديال الانواع كاين ا وكاين بي وكاين سي. هاد ثلاثه ديال الانواع نهضروا حنا غير على الا والبي واخا هما اللي غنهضروا عليهم. الدور ديال النظاره الطبيه هي البلوكاج ديفينيتيف ديال دوك لي غيون باش ما يدخلوش القلب ديال العين. نعم هذا هو الهدف. نعم المساله اللي ما كايناش في النظاره المقلده. نعم. حيت ما يمكنش. نعم حيت ما يمكنش يكون النظاره الاصليه كتحميك من بزاف ديال الامراض اللي كلهم يجيو ولا يصيبوا العين على المدى المتوسط. نعم. والمدى البعيد. نعم. من بين هذه الامراض نقدر نطرح مثلا جلاله المبكره. إيه يمكن لهم ياثروا على القرنيه. إيه ونذكر الدور. نعم. المهم ديال القرنيه. نعم. للانسان الا تفقدات اكزاكتوم. نعم الشبكه. نعم. يعني مجموعه من الامراض. نعم. الامراض. نعم وواحد الملاحظه بسيطه. إيه سبيلن هو انه الا جينا نديروا واحد نشوفوا واحد الاحصائيات غادي نلقاو مثلا الدول اللي كتنتشر فيها الثقافه ديال ارتداء النظارات. إيه النسب فيها ديال الامراض المتعلقه بالعين وخاصه الجلاله منخفضه بارابور. نعم. لي بي ديالنا حنا اللي مالوغوزمون حنا عندنا الشمس كثيره. إيه مع انعدام الثقافه ديال النظارات الشمسيه الطبيه ونأكدوا عليها الطبيه بطبيعه الحال. حنا تنهضروا دابا في النطاق ديال النظارات الطبيه. نعم وبالتالي يعني النظارات الطبيه الشمسيه فهي كدير واحد الدور وقائي وكتحمي المواطنين من مجموعه من الامور اللي يمكن تلحقهم من بعد. نعم جبتي نظارات طبيه انا دايرهم دابا الشمسيه وشفت الماركه ديالهم راها غاليه سي بلال. غنهضروا عليهم من بعد ما ناخذ جوج ديال المكالمات. ناخذ نجات من الدار البيضاء. صباح الخير. السلام عليكم اختي. اهلا وسهلا مرحبا. ربي يخليك اختي تبارك الله عليك. ياك مزيانه ياك مزيانه. لاباس الحمد لله. فرحانه. الحمد لله. مرحبا بلالا نجات. مرحبا بلالا نجات. تفضل. الحمد لله تنشكروكم. اختي بغيت نسول لوبتيسيان على ولدي دابا شي عام دابا باش نهضر لقينا عدو شوف قليل واحد العين فيها 8.5 فهمت والاخرى فيها 10.5 وخرج لينا الطبيب النظارات ومن مشيت على الطبيبه سولتها واش قلت لها بحال ديال الميكا بحال ديال الجاج قالت لي بحال قالت وهو تيقول لك تضبوا لي بزاف ودابا بحال عندي الكونترول في شهر 8 خاصني باش نديه يعاود يبدل النظاره بغيت نشوف واش ندير ليه الجاج ولا ندير ليه الميكا. نصحني
ها هو سي بلال معك. ها هو سي بلال، تفضل سي بلال. شكرا للنجاة. بالنسبه للجواب على السؤال ديالك بكل بساطه، بويسكو قلتي لنا انه طفل يعني ما كندوش ليه الزاج، لان كنعرفوا الطفل عنده تيتحرك بزاف، لي موفمون ديالو تيكونوا كثار، السلوك ديالو تيكون مع مازال صغير تيلعب، هذا يعني من الاحسن ديري ليه لانكاسابل، ما تنقولوش بلاستيك، لا الزاج اللي هو انكاسابل، باش حتى لا قدر الله الا طاح ولا خرجت الزجاجه من بلاصتها ولا هذا، ما تهرش وما تشكلش لي خطوره على العين ديالو. نعم نعم. طيب ناخذ سي حسن من تطوان. السلام عليكم سي حسن. حسن ناخذك من بعد ما غنتكلموا مع السي بلال في هذه النظارات هذو الشمسيه اللي جبتي ودرتهم من بعد هذه النظارات هذه المقلده، هذه نظارات يعني سينيي وكارونتي وماركه، وكنحس براسي الصراحه مرتاحه. واش هي نفسانيه حيت عارفهم بانهم غاليين ولا لا لا المساله ماشي نفسيه. واش 3000 درهم هي 3000 درهم؟ لا ولكن ولكن انت قلتي 3000 درهم، انا ما قلتش 3000 درهم. نعم. انا مازال ما عطيتش لو بخي ديالهم. لا بخي، لا لو بخي ديالهم ما كيوصلش 3000 درهم. يمكن ينقص. لا لا 3000 درهم. طيب هاد الشكل هذا وهاد يعني هاد لا كارنيتور هادي وهاد الرؤيه الواضحه اللي انا حسيت بها وانا دايره هاد النظاظر هادي، تاهير عندها ثمن، كتنصحوا بهاد النظاره سي بلال؟ علاش صحيا؟ حنا في المحلات ديالنا اوطون كمهنيين حنا ما كنصحوش بماركه معينه. نعم. او دير عافاك الماركه عادي. نعم. يمكن لك تكون محمي. نعم. لا فالنظاره باش نبسطها لك نفككها لك ونفكها للمستمعين الكرام. نعم. النظاره سواء مستلزم طبي سواء مستلزم طبي زائد ماركه معينه. نعم. هاد جوج الحالات اللي ذكرت لك بجوجهم كينفعوا الموطن، ما كيشكلوا حتى شي ضرر. نعم. كاين شركات اللي كتسوق واحد المنتوج وكتضخ اموال كثيره باش يتلبس في لاشين. أيه. ويتلبس في هاواي. أيه. ويتلبس في جنوب افريقيا ويتلبس في النرويج. نعم. دونك هاد السيركوي هذا وهاد العمليه هذه كتطلب واحد المجموعه من الاموال. نعم. وبالتالي هذا المنتوج اللي هو برودوي فينال اللي كيوصلنا بواحد الثمن اللي هو مرتفع. وحتى لو كليون ولا لو باسيون تيكون عارف هذه المساله هذه وتيخضع لهذ الاثمنه. نعم. مي كاينين شركات اللي هما محترمه واللي حنا جميع لي زوتيسيان كيتعاملوا معاهم كيصاوبوا لنا دي لونات ايكونوميك، نقدروا نقولوا ايكونوميك اونتر بارونتيز، اللي هما فيهم معايير الجوده ومعايير السلامه، البلوك التخافيولي ما كاين حتى شي مشكل، الديزاين مزيان. أيه. ولكن ما دازوش من داك السيركوي، تنبيعهم بثمن اللي هو منخفض. أيه. تيجيونا حنا بثمن منخفض. أيه. تنبيعو حنا بثمن منخفض. أيه. اللي تيجينا بثمن مرتفع تنبيعو بثمن مرتفع. نعم. وحتى واحد يعني واحد المعلومات اللي هي يعني مغلوطه عند العامه، نقولوا عند 95% من المغاربه. أيه. آه هو لوبتيسيان نظاره غاليه، كاين عند لوبتيسيان نظاره رخيصه، كاينه برا على الرصيف. نعم. فانا تنقول لا، هاد المعلومه هذه غلط. لوبتيسيان كيقدر يراعي الجيب ديال المواطن. طبيعه الحال لوبتيسيان راه انسان في اخر في اول المطاف في المطاف راه انسان. غير هو واحد المساله مهمه هو ان لوبتيسيان تيدخل عنده جميع شرائح المجتمع. نعم. يعني خصو يوفر لي برودوي. نعم. هي لجميع الفئات، الشرائح اللي عنده اللي ما عندوش، اللي شويه اللي متوسط الدخل. يعني كاين دي فواتور تتباعوا هنا في المغرب. نعم. 120 مليون 130 مليون، ما نقولهمش لا. نعم. المغربي ما يقدرش يشري طوموبيل 120 مليون 6 يورو في حالكم. كاين اللي يقدر، كاين اللي غيقدر يمشي يشريها غادي يمشي يشريها. نعم. طوموبيل ديال 8 مليون 10 مليون راه كاين. نعم. سي لا ميم شوز بالنسبه للنظارات، لو برودوي اللي كتعطي. غير حنا اللي مختلف عندنا في القط، لان حنا دومين ديال الصحه البصريه. طيب. ما غادخل عندنا شي نظاره للمحل ديالنا وغادي تاخذ بلاصتها الى جانب باقي النظارات. نعم. الا كانت كتستوفي الشروط الاساسيه واللازمه باش تحمي. طيب شنو هي هاد الشروط؟ لانه الماركه ها هي معروفه والجاجه، واش هاد النظاظر كيجيو واجدين بحال هكا بالجاجه ديالهم بالكادر ديالهم، ولا انتم اللي كتعاودوا تركبوا ليهم الجاجات؟ دونك الان تتهضري لي على هاد لامونتيغ سولير هادي. الو هاد لامونتيغ سولير هادي هاد لامارك هي اللي تكلفات بصنع الاطار. ايه. وتكلفات بصنع الزاج. أه. ديالها. أيه. العدسات اللي هما راكبين. أيه. في الزاج. واش بغيتي نفصل لك الديتاي كيفاش؟ فصل لي الديتاي سي بلال. نعم. كاين دي لابوغاتوار مختبرات. اي مختبرات. هي اللي كتسهر على صنع مثل هاد النظارات. الاطار بوحدو
والزاج بوحدو. الاطار خصو يكون لا ماتيير البلاستيك اللي مختور اللي مصايب منها مختور بعنايه. نعم. يراعيو فيه ما يصايب ما يديرش حساسيه ديال الجلد. ما يبيكيش بحال دابا فوق لو نيك ديال 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 البورتابل. بالنسبه للزاج كيكون بيض من بعد كيدوز لواحد المرحله ديال كياخذ اللون. ايوه وهادشي كامل كنركز على انه وسط مختبر. مختبر. نعم. ومن بعد كيدوز المرحله ديال انه كياخذ داك لاكوش ديال البلوكاج. نعم. ديال الالتخافيولي. نعم. دونك واحد العمليه اللي هي معقده. نعم. واقفين عليها دي زانجينيور خبراء في الزاج. نعم. خبراء في لاكولور. نعم. خبراء في يعني في بصفه عامه في كل ما يتعلق بالنظاره الشمسيه. نعم. نعم. باش في الاخر تتعطى لنا واحد لو برودوي اللي هو مزيان واللي هو غادي فوالا واللي هو غادي يجاوب لنا على الاسئله ديال الصحه البصريه. باقي مجاوب سي بلال هاشم على مجموعه ديال الاسئله خصوصا اسئله المستمعين والمستمعات اللي كيتواصلوا معنا على الرقم 0537709539 0537709539. ناخذ اختي الغنائي رجعي على موجة الإذاعة الوطنية دائما في تواصل معكم مستمعينا مستمعاتنا وفي مواضيع اللي كتهمكم. مشكل النظارات الشمسية الطبية في وسط مجموعة ديال الاختيارات وديال الاقتراحات وديال المتاجر والمحلات فين ممكن الزبون يلقى صحة العيون ديالو. معنا سي بلال هاشمي رئيس النقابة الجهوية للمبصريين بمدينة سلا. كنعاودو نرحبوا بك سي بلال. طيب كما سولناك سي بلال على مكونات النظارات الشمسية الطبية اللي جبتي لنا نسولك على هاد النظارات البلاستيكية اللي هي رخيصة شنو المكونات ديالها واللي كتقدر تشكل خطر سي بلال على صحة عيون المواطن؟ الوغ كيف ما يعني فصلنا في كيفية الصنع ديال النظارات اللي هي أصلية فالآن جا الدور ديال النظارات الرديئة. فهاد النظارات هي الصنع ديالها متاح للجميع. يعني الشركات اللي كيصيبوا البلاستيك بصفة عامة. نعم. هما اللي كيقدوا يصيبوا حتى هاد اللونات هادو. مثلا شركة في آسيا في كتصيب لي بلاطو كتصيب الطباصل لي كوبلي لي بلاستيك فوالا الطباصل ديال البلاستيك. كتقدر واحد ما بين 20 دولار جاي اون كوموند داك نفس البلاستيك. ايوه تصيب به النظاظر حيت عندها اون كوموند كاين ان مارشي. نعم فوالا. وبالنسبه لهاد الخطوره والخطوره اللي انا تنأكد عليها واللي كنتمنى انني ان توصل لجميع المغاربه هو ان هاد النظارات هادو للاسف كيخدعوا العين. لانه احنا عندنا طبيعيا واحد الميكانيزم في العين ديالنا هو انه ملي كتظلم العين اوتوماتيكمون لا بيبي او الحدقه ديال العين كتحل دونك داكشي كترا البؤبؤ فوالا كيتحل. نعم. دونك حنا فاش كنلبسوا النظاره اللي هي رديئه اوتوماتيكمون البؤبؤ كيتحل وبالتالي كتبقى يستقبل نسبه كبيره. نعم. ديال الاشعه الفوق البنفسجيه. نعم. وبالتالي. نعم. انا افضل انا عندي حلين بالنسبه. نعم. للناس سواء. نعم. يخليو راسهم بروتيجي بروتيكسيون ناتشورال اللي بعين العين تكون نو فما كاين حتى شي هذا ولا تكون نظاره اللي هي اصليه. اما الحل الثالث فهو غير منصوح به بتاتا. نعم. وهذا يقدر يسبب في عواقب وخيمه. نعم. عند المواطنين. طيب على الرقم 0537709539 تواصلوا معنا ناخذ سي حمد من ازيلال. صباح الخير سي حمد. صباح الخير لاباس عليك. تحياتي ليك تحيا الضيف ديالك. الله يحفظك سي احمد. نشكركم على البرامج. الله يكبر بك سي احمد. انا عندي سؤال للضيف ديالك دابا غير انا سايق فهمتي. اي سايق انت دابا؟ يعني ديال سميتو سيارة الشاحنة. ايه. دابا انا ما عنديش نقص الشوف. ايه. ولكن ملي تنسوق بزاف مع ذاك الاشعة ديال الضوء ديال الليل ولا بعض المرات في نهار الشحب هكا تيضروني شوية عينية. غير باغي نسول واش ناخذ نظاظر حيت سمعتي تيقول راه كاينين نظاظر اللي تاخذوا زعما من المحل بلا ما تمشي عند الطبيب. واش نمشي عند الطبيب ولا ضروري سميتو نشوف الطبيب ولا ناخذ نظاظر من الموالي ديال سميتو ديال اشعه الشمس؟ نعم السي احمد وفعلا كان هذا هو نيت الموضوع اللي كنا غنجيو ليه انا وسي بلال. بغى نظارات يجي لعندك ولا يمشي لعند الطبيب؟ لا هو السؤال. هو السؤال في اتجاه والجواب في اتجاه. هو اولا هو حكم على راسه انه كيشوف مزيان. ايه ماشي ما يقدرش هو يحكم على راسه واش كيشوف مزيان ولا ما كيشوفش مزيان. إيه لان اللي كيشوف 8 على 10 ماشي كيشوف بحال 9 على 10 بحال 7 على 10 بحال. نعم. يعني يقدر يكون عنده واحد النقص. ايه معين. إيه وبالتالي حنا المحلات ديالنا
مفتوحه للاستشاره يمكن يتوجه عند نظاراتي. ايه وهذا النظاراتي هو اللي غيوجهو في الاتجاه الصحيح. نعم. اللي غادي ينفعلو. نعم. يعني يقدر يوجهه عند الطبيب. ايه يقدر يوصف ليه النظاره ديال الشمس اللي غادي تساعدو في السياقه. إيه. بحال دابا مثلا بالنسبه لي كونديكتور كيقدروا مثلا الكري كي, نعم. كي كي هاد اللون الكري ممتاز بالنسبه لهم بالنسبه للي كونديكتور. وانا كنصحو انه يتفادى يشري شي حاجه دو ديباناج من السويقه ولا هكا. نعم. يتوجه للمحل ديال النظاراتي ولا لوبتيسيان. نعم. معتمد والمعتمد كنسطر. نعم. على كلمه المعتمد. نعم. لان تما فين غياخذ يعني الحاجه اللي هي غارونتي. نعم. واللي غادي يقدر فيها مصداقيه. فوالا فيها مصداقيه. سي حسن من تطوان صباح الخير، اهلا وسهلا بك. صباح الخير، السلام عليكم. اش اخبارك سي حسن؟ كل شيء بخير اللهم عليك الحمد. شكرا اختي على البرنامج وشكرا للطاقم الاذاعه والضيف ديالكم. مرحبا بسي حسن. خلى واحد السؤال عندي بالنسبه للاستاذ. ايه يعني شنو المعايير اللي يمكننا ناخذوها في النظارات الشمسيه باش نعرفوا انه ما اللي عندهم الجوده؟ يعني انا وقعت في واحد الفخ عبروا عليا في النظارات، يعني ما باعوليش ديك ذات الجوده. انما نقولوا بحال الثانيين ديالهم، والجوده كنبغي نقصر بحال اللي كنقولوا حنا اوريجينال. نعم الاصليه. الاصليه نعم، انا عبروا عليا ما كنفهم شي، قالوا لي يعني هذه هما الاصليه، ولكن ملي ديتهم عند واحد لوبتيكا اخر قال لي لا هادو ماشي اوريجينال. نعم هادو نظارات شمسيه ياك سي حسن. نظارات شمسيه نعم. وشحال خديتيهم تقريبا؟ تقريبا 1800 درهم. نعم نعم نعم. ولكن ملي مشيت عند لوبتيكا اخر قال لي هادو اذا بغيتيهم نعطيهم لك 350 درهم ومن دابا هاك خذهم. نعم سي حسن. لان علاش انا عرفوني ما كنعرفش في الجوده ديالهم. نعم سي حسن، نعم سي حسن. شكرا. طيب. اختي الله يجازيك بخير وشكرا للضيف والاذاعه الوطنيه. نعم خديتيهم من تطوان سي حسن ياك؟ نعم نعم. من عند اوبتيسيان. اوبتيسيان نعم اوبتيسيان ومشهور عندنا يعني وواحد الثقه. نعم. ولكن اللي عرفني انا ما كنفهمش في يعني النظارات اللي ذات الجودة يعني اوريجينال. نعم سي حسن. قال لي هما هادو وقعت في الفخ ملي ديتهم عند زوبتيسيان اخرين دوزوهم في واحد قالوا لي لا هادو ماشي اوريجينال. نعم ما وقعتيش في الفخ سي حسن، ما وقعتيش في الفخ لانه تبقى غير صحيحة ويبقى غير المورا مزيان. ماشي مشكل ماشي مشكل. علاش حنا هكذا دابا؟ علاش يعني واحد عطيتك الفلوس هذيك عطيني ديالي ديال الجودة او قول لي ما عنديش. نعم سي حسن شكرا للاذاعة. شكرا لك سي حسن من تطوان، مشى عند لوبتيسيان وعطاه نظاظر على اساس انهم اوريجينال. واش كاين اوريجينال وماشي اوريجينال سي بلال؟ هو باش زعما نكونوا واضحين. نعم. هما لي زوبتيسيان حنايا تقريبا 4000 اوبتيسيان. اذا كانت هناك واحد الممارسه هنا وهناك اللي ما لاقتش لواحد الزبون معين فزعما ممكن طرا زعما ماشي. نعم. ماشي زعما شي حاجه اللي هي مستحيله. نعم. غير انا كنقول انه السواد الاعظم ديال لي زوبتيسيان نقدر نقول حتى 99% ديال لي زوبتيسيان فهما ما تيمكن لهمش بتاتا انهم يغامروا بالسمعه ديال المحل ديالهم. نعم. اللي قراوا واحد المده ديال 3 سنوات وكاين اللي دار ستاج وكاين اللي قرا على برا وكاين اللي انفيستا الملايين. نعم. باش يدير داك المحل ويجهزو. نعم. ويجي في الاخير بوغ ان مونتون دو 350 درهم ولا 1800 درهم باش يغامر باش يغامر بالسمعه ديالو. نعم. هذه واحد. نعم. ثانيا الا كان حنا غادي نمشيو مع الطرح ديال الاستاذ من مدينه تطوان الى طرات هذه المساله هذه حيت هو مشى عند جوج ديال لي زوبتيسيان واحد قال ليه باللي هذه اوريجينال ربع هذه انا صراحه ما نقدر نتيق لا الاخر ولا يعني بجوج غادي نوقف على جزيره الحياد وغادي نقول السيد الشهاد ديالك الخاص ديالك. نعم. شوف انت فين داك. نعم. وكنتمنى انك يعني المره الجايه طيح على لادغيس اللي هي زعما. نعم. مزيانه. نعم. غير هو واحد المساله اساسيه انا كان المواطن المغربي راه ذكي. نعم. باش يعرف المعيار باش غادي يعرف لانه فعلا طرح سؤال مهم باش غادي يعرف بان هذيك راها جوده عاليه واصليه السبيله. بالنسبه باش يعرف انها جوده اصليه 50% ديال المعرفه ديال هذا المنتج كي. نعم. كيكمل في لادغيس فين مشى. نعم وهي الثقه كاينه قال لك معروف. لا استاذ جيهان خصك تعرفيها استاذ جيهان اللي حنايا بلي حنا حل ماغازان ديالنا ماشي حلين عشوائيا. حنا كنقدو في اي لحظه جينا انسبكسيون من وزاره الصحه ولا من المصالح المختصه. نعم. ويهزوا اي نظاره عندك. نعم. اكسبوزي. نعم. ويقول لك عطينا لا فاكتور ديالها والمصدر ديالها. نعم. راه انا كنقول انه صعيب ان اوبتيسيان اوتوريزي كيحترم راسو كيحترم المهنه ديالو. نعم. يدخل في هاد المسائل هذه. نعم. انا كنظن كنشك كنقول. نعم. كنشك انه بوتيتر دخل عند شي منمق
او ان بريكولور. وكنتمنى كنتمنى زعما صراحه يكون زعما قدر يصلح المشكل ويستافد الان من الدار اللي هي صحيه مزيان باش يعرف المعيار. حنا باقي ما وصلناش باش يعرف معيار. انا مشيت عند اوبتيسيان وبغيت ناخذ نظارات وما همنيش الفلوس يعني نعطي ثمن مزيان ولكن باش نعرف بانها راه اصليه الضمان اللي غادي يعطيك لوبتيسيان ياك صافي الضمان اللي غادي يعطيك لا زائد زائد انه النظاره كيكون فيها ان سيرفيس ابخي فونت. نعم مثلا النظاره نفترضوا خديتي هذه النظاره اللي عجبتك لبستيها وقلتي لي حسيتي نفسيا انك مرتاحه وعجبتك وهذا هذه النظاره هذه البياس ديالها ايدونتيفي كاينين مشات لك لا برونش كنكومونديو لا برونش مشات لك اي حاجه اي جزء منها اون بو لو كوموندي. نعم باغ كونتخ في النظارات المقلده ما كيكونش هاد الامتيازات هادو. نعم طيب ناخذ مريم الرباط. اهلا وسهلا بك مريم مرحبا. انا صباح الخير لالا. اش اخبارك لالا؟ بخير. فرصه جاتني هاد المره اللي غادي نهضر مع الاذاعه الوطنيه. مرحبا لالا مريم مرحبا. اول مره والله يخليك. بغيت نسول السي بلال على الدار بحال دابا الا مشيت بلا ما نمشي عند لوفطالمو واش يمكن لهم نمشي لعندو يعطيني بحال دابا هو يخرج لي نظاظر من عنده العبار الا بغينا العبار فوالا فوالا. نعم لالا مريم واخا ممكن نسولو هذا السؤال السي بلال فعلا العبار ديال العينين واش ممكن لوبتيسيان يعطيه هو في سوغ لو شون بالنسبه للمحلات ديالنا كيف ما قلت لك قبيله هما مفتوحين باش يقدموا الاستشاره للمواطنين وفي نفس الوقت كناخذوا كيلكو ميزور بيان سور اللي داخلين في التكوين ديالنا واللي يعني داخلين في الدراسات اللي قمنا بهم ولكن في حدود معينه في حدود يعني كمبدئيا مرحبا بها تدخل عند لوبتيسيان وهو كيشوف واش الحاله ديالها ممكن انها تحل غير عنده هو في المغازان ولا كتستدعي استشاره طبيه غير هو انه بالنسبه للاطفال. نعم كنأكد على هذه المساله. أيه بالنسبه للاطفال أيه وبالنسبه للناس اللي كيتعداو 40 سنه أيه خصهم يتوجهوا عند طبيب العيون. وحنا خصنا تنتشر عندنا هذه الثقافه ديال نمشيو عند الطبيب واخا بلا ما يكون شي مشكل ولا شوف عينيا فين الكونترول ما فيها حتى شي مشكل الواحد يشوف يديروا مره. ناديه من مكناس صباح الخير. وي صباح الخير. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ بارك الله فيك لالا شبيك. مرحبا بلالا ناديه. شكرا لكم على البرنامج والاذاعه الوطنيه. مرحبا بكم. الله يكبر بك لالا نادية. هذا واجب. معك سي بلال هاشمي رئيس النقابة الجهوية للمبصريين بسلا. بغيت تسولي شي سؤال لالا؟ الله يخليك. عندي واحد السؤال. كنت مشيت عند واحد لوفتالمولوجيست وخرج لي واحد بغيت ندير لامونتيغ ديال لي ليونات اونتي غوفلي. وبغيت نعرف زعما شنو هو دو بريفيرابل واش يكون لا كولور ديالهم تكون اوني ولا ديغرادي؟ نعم شكرا لك على السؤال وسي بلال راه فهم السؤال وغيجاوبك باذن الله. شنو بالك سي بلال فهاد؟ اولا هي انا عرفت غير واحد حيت المعلومات شويه تقنيه وبطبيعه طبيعي ما تكونش يعني ضابطه داك الشيء مزيان بحال دابا بالنسبه غير هي ماشي قال لها لونتي غوفلي هو غيكون 100% عطاها دير دي فيغ سولير. هاد لي فيغ سولير هما فين تيمكننا نتحدثوا على اوني تانت اوني يعني لون واحد كيف ما بحال هادي ولا ديغرادي سي تادير تيكون داكن الفوق هو غادي هو تي كيديغرادا فوالا تيديغرادا. بالنسبه انا النصيحه اللي غنصحها كيلكو سوا لو فيغ ما كاين حتى شي مشكل غير يكون فيه لو فيلتر ديال لو في بغات ديرو ديغرادي بغات ديرو اوني هذا كيبقى مساله ديال الجماليه اختيار قدام الميغوار واللي واتها ديرو بصحه وراحه. طيب جبتي لنا واحد الجاجات اللي هما عندهم واحد السيري وواحد لومبالاج اللي كيحدد وكيفرق فعلا يعني ما بين جاجه وجاجه وتكلمتي لي على وحده راها كدير 7 دراهم وحده كدير تقريبا 200 درهم هذا غير الجاج فقط. وضح لي اكثر هاد الجاجات فاش كيتعملوا وشنو الهدف ديالهم واذا كانت مغشوشه شنو ممكن يوقع للعينين سي بلال؟ منين كيجيو هادو منين كيجيو؟ دونك بالنسبه بون فوالا هادو جوج ديال الانواع كيف ما قلنا بالنسبه كاين زاج اللي هو لا تراس ديالو ايدونتيفي باين الشركه شنو الاصل ديالها لوريجين ديالها الخبراء اللي ساهرين على لي زاتولي ديالها ولا لي لابوغاتوار ديالها معروفين تيكونوا لا بغينا نقولوا عاوتاني دي سوسيتي ولا دي لابوغاتوار اللي هما معتمدين. وكاين زاج تيدخل لحد الساعه سؤال مطروح من تيجي هذا سؤال تنطرحه
وتنستغل هذا المنبر اليوم اللي تنشوف تنتمنى من السلطات المعنيه تجاوبنا. الزاج هذا منين تعيش؟ الزاج فهو قنابل صغيره موقوته كتجول في الاروقه ديال البلاد ديالنا وكتهدد السلامه ديال الثروه الوحيده اللي عند المغرب هي المواطنين ديالنا. نعم ما عندناش لا غاز لا بترول لا حتى شي حاجه، عندنا المواطنين ديالنا تهلينا فيهم غادي تهلينا فيهم. صحه المواطن كتهمنا مسؤوليه. نعم دونك هذا بالنسبه للنوع الاول فهو ايدونتيفي لي زوبتيسيان كاملين المعتمدين تيخدموا به تيخدموا مع شركات مرقم عنده سيري عنده عنوان حاله ما فوالا عنده سونتر اوبتيك ديالو. نعم كاين كل زاجه فيها سونتر اوبتيك ديالها. نعم في العبار اكزاكت مثلا ما تيكونش في لابوشيت عبار وفي الداخل ديال الزاجه عبار. نعم ما تيكونش غير عبار تقريبي. نعم يعني كتحت تحت مضبوط بتدقيق مضبوط. نعم 100%. نعم باغ كونتخ الزاج اللي هو هذا فيه مشاكل، هو ماشي زاج، هو فقط واحد الماده اللي بغينا نقولوا شي داك البلاستيك اللي كيكون في النظارات وكنلوحوه. اييه داك اللي كان الزاج العادي اللي كيكون هو هذا غير هذا فيه لا بويسونس لا ميم شوز. نعم لذلك على هذا السبب فكنلقاوه رخيص وكنلقاوه رديء. نعم هذا الزاج هذا كيدخل نو سي با كيدخل يمكن انا كنظن انه كيدخل على اساس شي حاجه اللي ما كيدخلش على اساس انه زاج. نعم ومن بعد في الاخر كنكتشفوا انه لا ماشي كيتصنع كيدخل مصنوع. نعم من بعد عاد كيتستعمل هذا عند عند هذه الاغراض. غير هو الا لاحظتي معايا استاذه جيهان بحال دابا هذه الزاجه هذه الا طرانا فيها مشكل كاين لا تخاص يمكننا نتبعوا مثلا نعرفوا الخاصه بيديك ديال فوالا وهذا هو. مي باغ كونتخ الا شفتي هذه بوشيط بيضاء وعاديه. نعم ما كاينش صافي ما كاينش شكون غادي تتبع. فكنتمنى ان هذا الشيء ما يبقاش يعني في الاسواق وان صحه المواطن تولي هي المسؤوليه يعني الكبيره عند المسؤولين وعندكم حتى انتم سي بلال لانهم حتى انتم عندكم واحد الدور كبير في انكم توجهوا في ان الزبون يجي يستاشر انه كتوقف قدامك واحد حياه انسان وحياه عيون ديال بنادم سي بلال هاشمي. شكرا لك على الحضور. كان ممكن نزيدوا ان شاء الله مواضيع اخرى ونتمنى باذن الله في ساعات اخرى من اللقاء المفتوح. مشكور جدا سي بلال هاشمي رئيس النقابه الجهويه للمبصريين بمدينه سلق.